ما هي أسباب وتداعيات انسحاب شركة شيل من مشروع النبراس؟ نعم، مساء الخير عليكم جميعا وعلى السادة مشاهديكم الكرام. حقيقة يعني هذه تمثل انسحاب الشركة، هو ليس الانسحاب الأول، انسحبت من قبل من حقل مجنون وحقل غرب القرن واحد حقيقة، والآن تفاجئنا بالانسحاب من مشروع النبراس العملاق للبتروكيماويات. هذا المشروع المهم والاستراتيجي حقيقة للطرفين، سواء كان للحكومة العراقية أو لشركة شيل، لأنها يحتوي على يعني مصادر كبيرة اقتصادية، أموال اقتصادية كبيرة تهم الطرفين. هناك حقيقة أكثر من يعني من سبب، ممكن يكون واحد من هذه الأسباب هو السبب الحقيقي أو الأسباب مجتمعة حقيقة وليس سبب واحد. طيب. يعني واحد من الأسباب الحقيقة الغريبة هو سوء الإدارة التي تمتعت بها حقيقة المفاوض العراقي، لأن الانسحاب لم يكن يعني الآن هو جرت المفاوضات وانسحبت، هذا صار له 9 سنوات. يعني خلال 9 سنوات لم تقم الحكومات السابقة، الحكومات العراقية، بالتفاوض حول إيجاد صيغة نهائية للتعاون مع شركة شيل، ولا يوجد حقيقة أي تصريح حكومي ما سبب يعني عدم دخول الحكومة في أي مفاوضات خلال 9 سنوات، وهذا شيء يعني غريب ومستغرب ولا يتكلم عليه أحد من الجانب الحكومي. هذا إذن لنقل يعني ما فهمتم منك أن يعني خلال 9 سنوات التفاوض لم يكن مكتملا، لذلك هذه إحدى النقاط التي بسببها انسحبت شركة شيل. نعم، بس هذا شيء غريب جدا. يعني لا يوجد اي شركه بالعالم تتفاوض مع دوله لمده 9 سنوات بين يعني الايجاب والرفض. يعني كان يفترض الحكومه العراقيه ان تعرف خلال فتره زمنيه طويله بقبول الشركه او رفضها. هذا من جانب. طيب، هذا يدفعنا لسؤال، عذرا سنعود للنقاط الاخرى. نعم. لكن هذا يدفعنا للسؤال عن هل الشركه كانت تستلم اموال طيله هذه السنوات التسع؟ كانت تستلم ماذا عفوا؟ أموال من المشروع يعني قصدك؟ نعم. لا، هذا المشروع حقيقة هو يعني متوقف، لم يكن هناك أي بدء أصلا بالمشروع. طيب. يعني مجرد يعني حبر على ورق، والشركة يعني بالنسبة لها لم تكن يعني مهتمة كثيرا، بسبب عندها مشروع ضخم، مشروع عملاق مع غاز البصرة، كان جل اهتمامها باستثمار الغاز من الغاز المصاحب. نعم. وهذا أيضا يدر عليها بأموال كبيرة، رغم أيضا تلكؤ هذا المشروع خلال 10 سنوات. أيضا هذا المشروع لم يكن يسير ضمن الاستراتيجيات المعلنة والمتفق عليه بين الحكومة وشركة شيل. هذه واحد من الشغلات المهمة جدا، ولكن أنا حقيقة أضع اللوم دائما على الجانب الحكومي وليس جانب الشركة. الشركات هذه الأجنبية لها يعني موديل اقتصادي معين، إن لم تتفق معها يجب البحث عن شركة أخرى تبحث عن موديل اقتصادي أفضل لها. طوال هذه الفترة لم يكن هناك من يفاوض هذه الشركة في أفضلية هذه الموديلات الاقتصادية، وهنا سبب هذه المشكلة التي دائما يقع العراق بها، ودائما هي السبب حقيقة بخروج كبرى الشركات العالمية مثل أكسون موبيل وشيفرون، وأيضا الآن هذه شيل. رغم أن شيل هي لم تخرج من العراق، ولكن خروجها من هكذا مشروع مهم يعني يجعل العراق حقيقة في موقف حرج، وخصوصا بعد مرور 9 سنوات وفي هذا الوقت المحرج. نعم. طيب، هذا يدفعنا للسؤال حول الحكومة، هل استطاعت خلق بيئة استثمارية مشجعة لشركات نفط الطاقة الأخرى؟ نعم، حقيقة يعني الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الموضوع، ولكن يعني إذا نظرنا لأرض الواقع، الشركات الوحيدة التي تناسبها البيئة الاستثمارية العراقية هي الشركات الصينية والشركات الروسية، وهي يعني لها الغلبة في أخذ جميع مشاريع الطاقة في العراق. أيضا يعني الشركات الكبرى الثانية مثل شركة بيبي في الرميلة،
وهذه شركة شيل هي ما زالت تعمل بالعراق ولكن ضمن أطر ونطاق ضيق جدا، ولم تحاول التوسع في مشاريع العراق رغم وجود فرص استثمارية كبيرة لهذه الشركات. وهذا يدل أن هذه البيئة الاستثمارية في العراق هي ليست جاذبة لهذه الشركات. طيب، من إحدى نقاط عدم الجذب في العراق ربما العشائر، حتى الآن ما تزال هناك بعض العشائر في الجنوب لها كلمة في بعض الحقول النفطية تتفاوض مع الشركات على حصص، كيف يؤثر ذلك على إنتاج العراق والحركة الاستثمارية؟ نعم، أنا قلت في البداية هناك ممكن يكون أكثر من سبب لخروج هذه الشركة أو شركات أخرى، ذكرت الجانب الاقتصادي واستراتيجية الشركة، أيضا هناك الجانب الأمني، فعلا مثل ما تفضلت كواقع هناك يعني مشاكل ملموسة في حقول مختلفة في هذه الشركات.